اذا انت بين الحين شوف حد راح يجي مثلنا اظن قايل هي طلع لك كلمة هيك 6000 حاط انا بريد الحين استعجل استعجل قبل المغرب لأن المغرب كله بيجيب بريد اخوان بيجيب مع بيجيب بريد في عزيمة وياه فعشان كذا انت حاول تجي بدري وقتها كنت تلاقي المغرب Thank you.
ايه فانت لا رحب وين شنو من البيت ولا ودي اطلع السيارة برا لاني بصمت كذا طلعة تفتح من السكس برا فاذا ما كنت قادر تروح الحين فعلمنا راح نطلع برا الشارع Yeah.
Thank you.
المروح بس. معليش ابو صالح بس يصح اصور ما لما الجوال ترى تبي انتبه له خلاص بكلمه وبعطيه خبر بس من عنده بس بشوف غدا انتبه الجوال يا جيت انا بيجيك شو اسمه ناصر الحين بياخذ اغراض من البكس تذكرت ترى ابو صالح فيه غمارة فرش يمكن الماركر بس ما عايز شنطة الثلج كنت اتوقع وصل غمارة بس والباقي بقى الصندوق الاجبة والاغراض والكاتب كل شيء احب الكاتب منه المهم كل اغراض الصندوق بس في شيء اللي هي بالغمار بس فرش وماركة وخذ الثلج بس هذا غمارة
الاهلي. Thank you.
شيء حساب كل شيء.
منصة
بسرعة يمكن يجون I don't know.
احس انه مالك يرجع له احسن. انا بعد الموزين